أعزائي المشاهدين ومتابعي راديو عرب مانيتوبا في كل مكان، نحن اليوم هنا لتغطية حفل الجالية الفلسطينية، حفل العشاء المقام بمناسبة العطلات. طبعا حيكون معنا العديد من المسابقات والجوائز المقدمة من محلات فود فير وأيضا من مطعم أرابيسك. طبعا مثل ما شايفين هون الناس عندنا أجواء مليئة بالحيوية والنشاط، الناس متواجدين معنا، أجواء رائعة. حيكون معنا تغطية مميزة لمناسبة هذه الليلة. طبعا خلوكم معنا لتشاركوا معنا هاي السهرة الحلوة، وخليكم معي وتعالوا معي. معنا الأستاذ رمزي زيد، كل عام وانت بخير وينعاد عليك بالصحة والعافية. بسلم إن شاء الله. كيفك، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. ممكن تعرفنا شوي عن حالك؟ أنا اسمي رمزي وجيه زيد، أنا رئيس الجمعية الفلسطينية في مانيتوبا، عمري 41 سنة وعندي متجوز وعندي 4 بنات. رائع. فيك تحكينا عن كيف كان تجاوب الناس بالنسبة لحفل اليوم؟ والله تجاوب الناس كثير مليح، يعني كثير نجا الناس، في حوالي 150-170 واحد، يعني كثير بك حلو اليوم. حلو ممتاز. بما انه نحن على مشارف انتهاء سنة 2018 والدخول في سنة 2019، هل في اي نشاطات او فعاليات للجمعية الفلسطينية او اي خطط مستقبلية؟ في كثير شغلات بنسويها في كل سنة، والسنة الجاية ان شاء الله بنجمع الجمعيات الثلاث، الجمعية العربية في كندا والمنتقد العرب والجمعية الفلسطينية، نحاول نسوي جمعيات مع بعض عشان كل الناس يتعرفوا على بعض. ممتاز رائع. بدي منك كلمة أخيرة، بما أنه راديو عرب مانيتوبا افتتح مؤخرا، شو النصيحة اللي بتقدم لنا إياها لراديو عرب مانيتوبا؟ راديو عرب مانيتوبا كتير مليح، وإن شاء الله كل الناس يسمعوا الراديو، مش بس مانيتوبا، كل كندا، ويكونوا مشهورين في كل كندا. تسلم يا رب، تسلم. شكرا كتير لك، وبنقول لك كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة سعادة وفرح عليك وعلى الجميع إن شاء الله. شكرا كتير لك. طبعا أعزائي المشاهدين، نحن الآن في حفل عشاء الجالية الفلسطينية في وينيبيغ. سنقوم بعمل مسابقات، وكما قلت في السابق، الجوائز مقدمة من محلات فود فير ومطعم أرابيسك. خلونا نبدأ مع أول مشتركين معنا، تفضلوا معي. مساء الخير. مرحبا. كيفكم، شو أخباركم؟ الحمد لله تمام. كيف أجواء العيد ونهاية السنة وهالعطلات معكم؟ الحمد لله تمام والله بخير. في أي تحضيرات لهالعطل؟ لا والله، يعني كل شيء تمام. يعني بهالبرد الواحد nothing to do sitting home. هي فعلا جو كتير بارد، بس يعني بنحاول إنه نسلي حالنا شوي ونطلع بهيك أجواء. بالضبط. في عندي إليك سؤال، إذا بتجاوبي عليه بتربحي معنا جائزة مقدمة من محلات فود فير. سؤالي يقول: أيهما أو ما هو البحر الذي يفصل بين قارتين ويقع بين بحرين؟ غزة. البحر، ما هو اسم البحر الذي يفصل بين قارتين ويقع بين بحرين؟ البحر الأحمر. إجابة صحيحة. تعال معي. إذن إجابتك كانت البحر الأحمر، والبحر الأحمر هي إجابة صحيحة. البحر الأحمر يفصل بين آسيا وأفريقيا، ويقع بين البحر المتوسط وبحر العرب. وإلك منا جائزة مقدمة من محلات فود فير بقيمة 25 دولار. سمعونا يا جماعة. ألف مبروك وكل عام وأنتم بألف خير. خلونا ننتقل للسؤال الثاني، سؤال حلقتنا. الجائزة ستكون مقدمة من محلات أرابيسك أو من مطعم أرابيسك بقيمة 10 دولارات. وخلينا نختار. مساء الخير. مساء النور. يسعد مساكي. أنت شو أخبارك؟ الحمد لله. وأنت كيف حالك؟ تمام الحمد لله. كيف تحضيراتك للسنة الجديدة؟ باي الحمد لله. الحمد لله تمام. بما أنه نحن على مشارف نهاية سنة 2018 وعلى بداية سنة 2019، شو هي أمنيتك للسنة الجديدة؟
سلام لكل واحد في العالم. إن شاء الله ربي يعم السلام والمحبة بكل مكان في العالم. وعندي إليك سؤال، أو خلينا نخيرك شوي، اختاري يا سؤال ثقافي يا أما فزورة. سؤال ثقافي؟ أوكي. ما هو جمع كلمة امرأة؟ نساء؟ نساء؟ مظبوط مظبوط، جمع كلمة امرأة نساء، وإلك جائزة مقدمة من محلات أرابيسك بقيمة 10 دولارات. ألف مبروك، وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير، وسنة سعادة إن شاء الله عليك وعلى الجميع. خلونا ننتقل للسؤال الثالث معانا لهاي الليلة، ومشترك جديد، تعال معي. يسعد مساك. أهلي، مرحبا. كيفك، شو أخبارك؟ تمام، شكرا الله، ماشي الحال. تمام، شو تحضيراتك للسنة الجديدة؟ ما عم لحق، لسه طويلة. بما إنه نحن بنهاية سنة 2018، شو هي أمنيتك لل 2019؟ إن شاء الله يا رب تكون سنة خير على الجميع، وسنة يعم فيها السلام بكل العالم، يعني أكيد هذا الأهم. إن شاء الله يا رب الله يسمع منك. وعندي إلك سؤال، هي جائزة أيضا مقدمة من محلات أرابيسك بقيمة 10 دولارات، هي جوائز رمزية، ولكن إحنا حابين بس نعمل شوية فرفشة بهالليلة ونعمل أجواء حلوة. بتحب تختار سؤال ثقافي أم فزورة؟ فزورة. فزورة. طيب، السؤال الثقافي بيقول ما معنى كلمة الأخطل؟ هو شاعر بس هو معنى الكلمة. طب نعطيك خيارات. طيب، الأخطل هو صغير العينين، طويل الأذنين، أم قصير القامة؟ قصير القامة. كل عام وانت بألف خير. خلونا مع مشترك تاني. اوكي. سؤالي، اولا يسعد مساك. الله يمسيكي بالخير، اهلا وسهلا. كيفك، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. كيف اجواء السنة معك؟ الحمد لله كويسة، ان شاء الله تكون سنة خير على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. تسلم. سؤالي كان ما معنى كلمة الأخطل؟ شو الأجوبة هي؟ الإجابات كانت صغير العينين، قصير القامة، طويل الأذنين. طويل الأذنين يمكن؟ طويل الأذنين، وإجابة صحيحة، وإلك جائزة مقدمة من محلات أرابيسك بقيمة 10 دولارات. كل عام وأنتم بألف خير. وخلونا بتكملة لمسابقتنا، وهالمرة أنا راح أختار فزورة، ما ححط سؤال ثقافي. يسعد مساكي. مسا النور. كيفك، شو أخبارك؟ لو سهلة. كيف أجواء السنة الجديدة معك؟ تمام الحمد لله، حضرت لك قصيدة. تسلمي لي يا رب. طبعا في عندي لك فزورة، إذا بتجاوبي عليها إلك جائزة مقدمة من محلات فود فير بقيمة 25 دولار. هو مو سؤال، هي جملة، إذا بتقدري تقوليها 5 مرات بتكسبي معنا الجائزة. الجملة هي: بطتكم بطت بطن بطتنا، وبطتنا تقدر تبط بطن بطتكم لأن بطتكم بطت بطن بطتنا. ما في أي محاولة؟ طيب 3 مرات. طب عيد لك إياها شوي شوي. بطتكم بطت بطن بطتنا،
وبطتنا تقدر تبط بطن بطتكم، لأنه بطتكم بطت بطن بطتنا. ما حيطلع مع غير كوك. طيب مين من الموجودين بيقدر تقدر تقولها؟ طيب خمس مرات. لا لا لحظة شوي أنا بدي الجملة اللي عندي. بطتكم بطت بطن بطتنا، وبطتنا تقدر تبط بطن بطتكم، لأن بطتكم بطت بطن بطتنا. بطتنا بطت بطن بطتكم، تعرف بطتكم بتبط بطن بطتنا مثل ما بطتنا بطت بطن بطتكم. بطتنا بطت بطن بطتكم، تعرف بطتكم بتبط بطن بطتنا زي ما بطتنا بطت بطن بطتكم. بطتنا بطت بطن بطتكم، تعرف بطتكم بتبط بطن بطتنا زي ما بطتنا بطت بطن بطتكم. ألف ألف مبروك، جائزة مقدمة من محلات فود فير بقيمة 25 دولار. إن شاء الله بينعاد عليك، كل عام وأنتم بألف خير. وخلونا نكمل بسؤال آخر لحلقتنا لليوم. مين ممكن نختار؟ خلينا مساء الخير. وئام. نعم، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، الله يسلمك، الله يبارك فيك. سلام يا رب. كيف السنة الجديدة معك؟ والله الحمد لله، الله يعود عليكم وعلينا كل الخير إن شاء الله. إن شاء الله. عندي لك سؤال، أو خلينا فزورة. قيمة الجائزة 10 دولارات من محلات 10 دولارات من محلات من مطعم أرابيسك. طيب، هي الجملة مو صعبة كتير، هو كلمتين، إذا بتقدر تقولهم 7 مرات إلك الجائزة. الجملة هي شعبان شبعان. أوكي، شعبان شبعان، 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 شعبان شبعان. ألف ألف مبروك، إلك جائزة مقدمة من محلات فود فير بقيمة 10 دولارات، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وينعاد عليكم بالصحة والسعادة. خلينا ننتقل لمتسابق آخر، تعالوا معنا. مرحبا صبايا، مساء الخير. الحمد لله تمام. كيف السنة الجديدة معك؟ طيب عندي لك سؤال، والجائزة مقدمة من مطعم أرابيسك بقيمة 10 دولار. السؤال كالتالي، بتحبي فزورة؟ بدك فزورة؟ أوكي، في لك جملة، إذا بتعيدي لي إياها 7 مرات تربحي معي الجائزة. أوكي؟ الجملة هي كالتالي، خيط حرير على حيط خليل. خيط حرير على حيط خليل. مين بيحاول معنا؟ حاولوا معي. خيط حرير على بيت على حيط خليل. حرير على 7 مرات. لا لا طولي بالك، بدنا اياها بسرعة معتدلة على الأقل، وسبع مرات شوي شوي بس. لا لا لا، بدي اياها بسرعة. خيط حرير على حيط خليل، 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 خيط حرير على حيط خليل. ما زبطت. اوكي، ويسعد مساكي، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله والله بخير. كيف الأجواء معك؟ تمام الحمد لله. شفتك كتير متحمسة، حابة تجاوبي على السؤال. طيب
7 مرات وبسرعة. خيط حرير على حيط خليل، 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 خيط حرير على حيط خليل. وألف ألف سمونا الزقفة. ألف ألف مبروك، جائزة مقدمة من مطعم أرابيسك بقيمة 10 دولارات. ألف مبروك وكل عام وأنتي بألف خير. مرحبا، يسعد مساكي. كيفك، شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. كيف أجواء السنة الجديدة معك؟ كيف التحضيرات؟ خير الحمد لله. شو أمنيتك لعام 2019؟ أمنيتي أجوز أولادي. إن شاء الله الله ييسر لكم ويبعث لكم اللي خاطرك فيه، وتكون سنة سعادة وخير عليكم يا رب. بتحبي تختاري سؤال ثقافي أم فزورة؟ سؤال ثقافي، أوكي. سؤال الثقافي اللي معنا اليوم: من هو الكائن الذي يستطيع رؤية الأشعة الفوق بنفسجية؟ طبعاً الجائزة هتكون مقدمة من محلات من مطعم أرابيسك بقيمة 10 دولار. الذئب؟ لا مو الذئب. كل عام وانتي بخير. محاولة ثانية؟ المصور عم بقول محاولة ثانية. طيب شو الإجابة؟ من هو الكائن الذي يستطيع رؤية الأشعة الفوق بنفسجية؟ القط. ومش القط. كل عام وانتي بألف خير. مرحبا، يسعد مساك. يا مساء النور. هلا، كيفك، شو أخبارك؟ تمام تمام الحمد لله. عندي سؤال: الجائزة مقدمة من محلات فود فير بقيمة 25 دولار. السؤال يقول: ما هو أو أيهما أكثر ملوحة، دموع الفرح أم دموع الحزن؟ دموع الفرح. كل عام وأنتم ألف خير. هي إجابة دموع الحزن. راح أغير السؤال. يسعد مساك. أهلين، يسعد مساكم. كيفك، شو أخبارك؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك. كيفك مع أجواء السنة الجديدة؟ ممتاز جدا. ممتاز. شو أمنيتك لعام 2019؟ إن ربنا يهدي البال لعامة الأمم، مش بس الشعب الفلسطيني. إن شاء الله يا رب، الله يسمع منك. بتحب فزورة ولا سؤال ثقافي؟ سؤال ثقافي. طيب لا، ما عندي جغرافيا للأسف. طيب السؤال يقول: ما لون الماء في نهر النيل الأزرق؟ نعم نعم، ما لون الماء في نهر النيل الأزرق؟ أنت بتكوني أهل الدين النيل الأزرق، شو بدك من لون الماء؟ زرقاء. وكل عام وأنت بخير. مرحبا، يسعد مساك. الله يسلمك. كيفك، شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. كيف تحضيراتك للسنة الجديدة؟ إن شاء الله يا رب تكون حلوة يعني. إن شاء الله يا رب، الله يسمع منك. من هو صاحب لقب شاعر النيل؟ لا، هو أحمد شوقي. أحمد شوقي. وإجابة خاطئة. وكل عام وأنت بخير. يسعد مساك. هلا، كيفك، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. كيف الأجواء معك؟ الحمد لله تمام. تمام. عندي إلك فزورة، ما حخيرك في الموضوع، حعطيك فزورة. إذا بتقولها 7 مرات إلك جائزة مقدمة من محلات فود فير بقيمة 25 دولار. طيب الفزورة بتقول: شريف وشريفة نزلوا على السوق، اشتروا شرشفين، طلع شرشف شريفة أكبر من شرشف شريف بشرشفين وشرشف. السؤال فين؟ طيب السؤال، بعيد السؤال. هي جملة بدك تعيد لي إياها. وين الشرشف؟ ما في مشكلة. طيب رح أعيد لك إياها بال... أو بدي أعيدها 5 مرات. عيدها 7 مرات. أوكي، 7 5 5. حعيد لك الجملة شوي شوي. أوكي، ركز معي. 7. شريف وشريفة نزلوا على السوق، اشتروا شرشفين، طلع شرشف شريفة أكبر من شرشف شريف بشرشفين وشرشف.
شريف وشريفة نزلوا سو اشتروا شرشفين شرشف وشريفة كل عام وانتم بخير. طيب شريف شريف اشترى شرشفين. لحظة أول شي كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ لين. طيب يا لين، شريف وشريفة اشتروا نزلوا على السوق واشتروا شرشفين، طلع شرشف شريفة أكبر من شرشف شريفة بشرشفين وشرشف. شريف اشترى شرشفين، شرشف إله وشرشف لشريفة، طلع شرشف شريفة أكبر، شريف طلع شرشف شريفة. طيب أعطيها محاولة. شريف؟ شريف وشريفة نزلوا على السوق اشتروا شرشفين، طلع شرشف شريف أكبر من شرشف شريفة بشرشفين وشرشف. شريف اشترى شرشفين، شرشف إله وشرشف لشريفة. كل عام وانتم بألف خير. خلونا ننتقل. طيب هلا كثير. طيب شريف وشريفة اشتروا شرشفين الأول. شريف وشريفة نزلوا على السوق واشتروا شرشفين، طلع شرشف شريفة أكبر من شرشف شريفة بشرشفين وشرشف. شريف وشريفة نزلوا على السوق اشتروا شرشفين، طلع شرشف شريفة أكبر من شرشف شريفة بشرشفين وشرشف. شريف وشريفة نزلوا على السوق اشتروا شرشفين، طلع شرشف شريفة أكبر من شرشف شريفة بشرشفين وشرشف. شريف وشريفة نزلوا على السوق اشتروا شرشفين، طلع أكبر من شرشف شريفة بشرشفين وشرشف. شريف وشريفة نزلوا على السوق اشتروا شرشفين، طلع شرشف شريفة أكبر من شرشف شريفة بشرشفين وشرشف. شريف وشريفة نزلوا على السوق اشتروا شرشفين، طلع شرشف شريفة أكبر من شرشف شريفة بشرشفين وشرشف. ألف مبروك 25. والله ألف مبروك، جائزة مقدمة من محلات فود فير بقيمة 25 دولار. بس سؤال في سؤال إليك، ليش كنت قد متحمسة وانت عم تحكي؟ لأني من أول البداية المسابقة وأنا لك تعالي لهون ما عم تيجي. طيب ألف مبروك، كل عام وانتم بألف خير. وسؤالنا الأخير حتكون كمان فزورة، خلينا نشوف مين نختار. فزورة. طيب خلينا نسأل وصورنا. طيب الجملة هي، بدي اياك تقول ليها 7 مرات. شجرة نتش ما بتنتتش، جيت لنتشا ما تنتشتش. شجرة نتش ما بتنتتش، جيت انتشا مت ايش؟ مت نتشتش. ايوه بدي اياها 7 مرات. انسحب. طيب انسحب. خشبة حبس حبست 5 خشبات وخشبة. انا لخبطت فيها عشان انا ما عيديها مرة ثانية عشان انت خربطت. خشبة حبست 5 خشبات وخشبة. خشبة حبس حبست 5 خشبات وحبسة. خشبة حبس. سحب. الجملة اللي عندي. نو. عندي جملة أخيرة، خلصت كل الأسئلة اللي عندي. الجملة هي لحم. لا ما في سؤال عن محمد عساف هلا. تابعونا على راديو عرب مانيتوبا حتعرفوه. في شرحنا كثير عن حياة محمد عساف. طيب الجملة بتقول لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. يا عدي تفضل قول على الحمار. عيدي. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. 7 مرات. حرام عليك. خلي اخذ نفس شوي يصير. خذ نفس. لحم الحمام حرام. لا حاول انت. طب نجرب اخر محاوله. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. خلاص بكفي. 7 مرات. لحم وبسرعه. حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم لحم الحمار حرام. لا بديها بسرعه ما بمشي الحال هيك. ممكن اعطيك 25 دولار وتحلي عني؟ طيب راح احل عنك بدون 25. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. 7 مرات وبسرعه. ليش حزازير تقعد؟ ليش حزازير؟ ما عندي اسئله، خلصت الاسئله، عندي هي اخر جمله. شو تقول لحم ايش؟
لحم الحمام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. انت الدب تكيت الدب وشوف الدب احسن. لحم الحمار حلال. لحم الحمام حلال ولحم الحلال حرام. ولحم الحمار حرام. كل عام وانتم بخير. الا ما الاقي حدا يقول لي الجمله. اول شيء يسعد مساكي. الله يسعد مساك. كيفك شو اخبارك؟ الحمد لله. شو بتقولي لنا نصيحه؟ لا طولي بالك. شو بتقولي لنا نصيحه لراديو عرب مانيتوبا قبل ما اعطيك السؤال؟ شو بدك اقول لهم؟ الله يوفقهم وان شاء الله بتفقوا مع بعض وهذا اللي بنتمناه. تسلم يا رب، وان شاء الله يا رب تكون سنه خير وسعاده عليك وعلى الجميع يا رب. وجملتنا لليوم حتربحك 25 دولار مقدمه من محلات فود فير، والجمله هي بدي اياها 7 مرات، وهي لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. 7 مرات وبسرعه بسرعه. يلا. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. كل عام وانتم بخير. مساء الخير. سنور هلا. كيفك شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. طيب نحن اعطينا كل الجوائز لنا، ضلت عندنا جائزه واحده وهي اجابه على الفزوره هاي بتربحك 25 دولار. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. بدي اياها 7 مرات وبسرعه. لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام. 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 سمعونا سقفه كبيره. الف مبروك، جائزه مقدمه من محلات فود فير بقيمه 25 دولار. ان شاء الله الف مبروك وكل عام وانتي بألف خير وانتي وعائلتك، وان شاء الله بينعاد عليكم بالخير والصحة والسعادة. أعزائي المشاهدين ومستمعي راديو عرب مانيتوبا في كل مكان، ها أنا رشا قصاد أحييكم، وتحية خاصة للمصورين أنس القاسم وآدم عسلية وكل الفريق وكل من دعم هذا البرنامج، وشكر خاص لمحلات فود فير ومطعم أرابيس. لا تنسوا حفل محمد عساف يوم 5/1، الحقوا حالكم واشتروا التذاكر لأنه ممكن تنفذ الكمية، أو بالأصح ممكن ما تحصلوا تخفيضات التذاكر. خلونا نشوفكم هناك وحكون معاكم بالحفل. تحياتي المقدمة لكل مين بيتابعنا وكل مين بيسمعنا، لكل فريق العمل، واللي بحب يسمع راديو عرب مانيتوبا بإمكانه ينزل التطبيق المجاني على الاب ستور والجوجل بلاي، بالاضافه لرابط الاونلاين الموجود على صفحتنا على الفيسبوك. دائما تابعونا وانتظرونا بحلقات قريبه جدا ان شاء الله. استودعكم الله وكل عام وانتم بألف خير وسنه سعاده وفرح على الجميع. فلسطيني انا دمي فلسطيني.